النهارده الحقيقه مباراه مهمه جدا 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 لصالح النادي الاهلي وايضا لصالح وادي دجله، ولكن خلينا نتكلم في الاول عن النادي الاهلي ومواصله الانتصارات. دايما النادي الاهلي لما بيبقى فيه كبوه او بيبقى فيه ظرف من الظروف بيمر بيها النادي الاهلي، بتلاقي الانديه الثانيه موجوده في كل حته وبتتكلم في كل البرامج وبتتكلم في كل الصحافه وبتتكلم في كل الجرايد وبتتكلم في كل حاجه وبتتكلم في كل المواقع، تتكلم ان احنا هناخد الدوري وان احنا هنعمل كذا وان احنا هنعمل كذا. ولكن عندما يعود البطل او عندما يعود النادي الاهلي مره اخرى بتلاقي الناس دي ابتدت، اقول لك ايه يعني، انا قلتها كذا مره خلال الفتره اللي فاتت، بتلاقي الناس دي ابتدت ركابها تخبط في بعض او ابتدت تشوف عوده البطل مره اخرى من منظورهم هم بقى. فالنادي الاهلي لما بيرجع ومجرد ان هو بيعمل بس مباراه كويسه، مباراه بس كويسه، بتلاقوا الفرق الثانيه او فرق الدوري العام بالكامل كلها بتلاقوها رايحه في حته تانية خالص، بتفكر بقى ايه، اه النادي الاهلي هيكسب الماتشات اللي جايه، النادي الاهلي هيقرب من المنافسه، النادي الاهلي لما بيقرب من المنافسه بياخد الصداره، ولما بيوصل للصداره محدش بيعرف ينزله تاني. ما اعتقدش ان من سنه 48 لغايه دلوقتي حصل ان النادي الاهلي خد او كان في صداره الدوري العام ونزل من صداره الدوري العام. فعشان كده بقول لحضراتكم المباراه دي مهمه جدا جدا، مباراة مهمة لأن ثلاث نقاط هتخليك تقرب أكتر من المتنافسين على صدارة الدوري العام حتى الآن. حتى الآن خدوا بالكم دايما كلمة حتى الآن دي مهمة قوي، لأن ما تعرفش الماتش الجاي فيه إيه، ليك ولغيرك، ليك ولغيرك، فما تعرفش الماتش الجاي فيه إيه. فحتى الآن المتنافسين على الصدارة، النادي الأهلي بيقرب مباراة بعد مباراة بيقرب من المتنافسين على صدارة الدوري العام حتى الآن.